السادة والزملاء الخبراء والتقنيين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc je commence par une présentation succincte. متخذة للحد من مخاطر الزلازل. شكرا ل دي برينسيپ ولي ولايه بومدس دو لا دياسبورا و دي اكسبير الجيريان. Assurer le compromis entre d'un côté la sécurité des personnes et des biens. Je prends un pilote qui lui, il faut que maintenant, après avoir décollé, faire voler l'avion très très haut. نعلم اليوم بكل فخر واعتزاز عن إصدار النظام الجزائري المضاد للزلازل نسخة 2024 الأربيا فيرسيون 2024، وهو ما تفانى في إعداده فريق تقني مختص يتألف من أساتذة جامعيين وباحثين دائمين وفنيين مدعومين بخبراء جزائريين مقيمين في الخارج يتجاوز عددهم 60، لهم خبرة عميقة في ميدان هندسة مقاومة الزلازل. وفي هذا السياق تم تحيين التقسيم الزلزالي لمناطق الوطن اعتماداً على دراسات الاحتمالات الزلزالية، وكذلك اعتبار تأثير التربة في عملية الحساب والتصميم الزلزالي، مع وضع نظام معلوماتي جغرافي رقمي متخصص لهذا الغرض. هذه الوثيقة التقنية التنظيمية التي تعتبر إجبارية التطبيق في جميع مشاريع البناء، أهم يميزات النسخة وهي إدخال آخر المفاهيم والتصورات التي تحكم هندسة مقاومة الزلازل، والنسخة الحالية تضاهي الكودات العالمية من حيث المستوى، من حيث كذلك الاشتراطات والمتطلبات.